بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كمالك. اللهم أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، وأنت ربنا، فنعم الرب ربنا، ونعم الحسب حسبنا، تنصر من تشاء، وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام السافرة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انصرنا فإنك خير الناصرين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واشف المرضى ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وموتى المسلمين، وارحم علماءنا ومشايخنا يا رب العالمين. اللهم ارحم علماءنا ومشايخنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق علماء المسلمين لكلمة حق يقودون بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ووفق حكام المسلمين، وأخرج الدنيا من قلوبهم يا رب العالمين، وفقهم في أمور دينهم ودنياهم يا رب العالمين بما فيه صالح البلاد والعباد يا رب العالمين. أنت الموفق وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ الورع أبي محمد عبد الله بن سعد بن سعيد أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الحديث الثالث في هذا الباب في هذا الكتاب حديث البيعة. حديث البيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. سيدنا عبادة بن الصامت مدفون في مصر هنا في البهنسة، جاء مع فتح مصر، كان في جيش عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، ودفن في البهنسة هنا سيدنا عبادة بن الصامت مع 5000 صحابة مدفونين في فتح مصر. كل إسلام أهل مصر وعمل أهل مصر إلى يوم القيامة في صحيفة حسنات هؤلاء الناس، لأنهم هم الذين أدخلوا الدين إلى هذه البلاد، وأخرجونا من الظلمات إلى النور، مبعوثين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلينا، فجزاهم الله عنا خير. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. والبيع لها طريقة، كانوا الرجال يصافحون من يبايعون ويقبلون يد من يبايعونه على هذا، فكانت لها طريقة، لها فعل ولها قول ولها اعتقاد. البيع كده اعتقاد، يعني عقد عزيمة انك تنفذ ما بايعت عليه، يبقى لازم يكون في قلبك هذا العقد ده. والقول انك انت تردد شروط البيعة، والعمل انك تصافح من تبايعه وتقبل يده،
يبقى دي اسمها البيعه عند العرب كده، والبيعه معروفه الى يومنا هذا. يقول لك انا خدت العهد عند الشيخ او خدت القبضه، هي دي واخدينها من الفكره اللي هي الجماعه الصوفيه، يقول لك احنا ايه نديله القبضه ونديله البيعه ويصافح الشيخ ويتفق معه على انه يتوب من الذنوب وانه لا ياكل الا حلال، وانه ينصح للمسلمين وانه يواظب على الطاعات وانه يواظب على فعل اوراد في اوقات معلومه، ثم بعد ذلك يقبل يد الشيخ ويبيعه على ذلك. هي نفس القصه اللي هي عند الصوفيه معروفه البيعه، والنبي كان يبايع الناس بيعات عامه وبيعات خاصه. فانا له بيعات عامه للمسلمين وبيعات خاصه عند بعض الناس. سيدنا عباده بن الصامت ده مثلا كان ليه بيعه خاصه بينه وبين النبي، قال بايعت النبي على الا اسال الناس شيئا. بايعه على دي البيعه. فكان يرى سيدنا عباده بن الصامت بعد ذلك بعدما يركب الفرس يقع منه الصوت فلا يقول لخادمه ولا لابنه ناولنيه، ينزل تاني ياخد حتى لا يسال الناس شيئا، حتى ما يقولش لحد اديني كوبايه ميه اشرب. وظل على هذا الى ان توفاه الله شهيدا في ارض مصر رحمه الله. فيقول ظاهر الحديث يدل على ان من وقع في شيء مما نهي عنه فاقتص منه ان القصاص يسقط عنه في الاخره وزره، يسقط عنه في الاخره وزره ويكفر ذنبه. وقد اختلف العلماء في ذلك، يعني هل الحدود كفارات ولا هي زواجر فقط؟ كفارات بحيث ان يقام عليه الحد فلا يعاقب يوم القيامه عليه خلاص طالما اقيم عليه الحد، ام هي زواجر في الدنيا ويظل الامر بينه وبين ربه ان شاء غفر له وان شاء عذبه. هذا الحديث يدل على انها كفارات وانها زواجر، كفارات وزواجر تؤدي المعفولين. فاذا عوقب في الدنيا لم يعاقبه الله عليه، لانه من لا يجمع عليه عقابا سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء في ذلك هل يسقط أم لا، يعني الذنب، على قولين، والحديث دليل لمن قال منهم بالإسقاط، لأنه في نص في موضع الخلاف والكلام عليه من وجوه. هيتكلم بقى الحديث ده من وجوه، احنا هنقعد في الحديث ده ربما لآخر رمضان، ربما يعني نحاول على الاقل نخلصه على اخر رمضان عشان ما نسيبوش متعلق كده، لانه شرحه طويل اطول من حديث بدء الوحي في الشرح، هيتناول فيه مواضيع كثيره ومواضيع هامه، فان شاء الله نحاول نقسمه كده. الوجه الاول قوله عليه الصلاه والسلام بايعوني، هذه البيعه يحتاج فيها الى بيان ما هي في الاصطلاح العرفي. شوف بقى هيقول لك الحاجات اللي هيبينها لك، يعني تعرف ايه هي في الاصطلاح البيعة في الاصطلاح يعني ايه عرفا، وكم انواعها وانواع البيعة، وما حقيقة معناها، وما المقصود بها في هذا الموضع، وما الفائدة فيها، وما الحكمة في وضعها على هذا الاسلوب، ولمن تجد، وبماذا تجد، وعلى من تجد، وشروط الاجزاء فيها، وبماذا تصح وبماذا تفسد. شفت بقى لازم تعرف قد ايه عن البيعة، فهيمسك لك بقى كل نقطة من النقط دي يشرحها لك. فأما أنواعها، أنواع البيعة، فهي على ضربين، يعني على نوعين، عامة وخاصة. يبقى في بيعة عامة وبيعة خاصة، والعامة منها على وجوه، وهي أيضا على ضربين، والعامة كمان نوعين. يبقى هي نوعين كبار، عامة وخاصة، والعامة نوعين كمان. منها ما يصح دون شرط، يبقى في بيعة عامة بدون شرط وتصح، ومنها ما لا يصح إلا بشروط. والنوع الثاني من البيعة العامة أن تكون مشروطة ولا تصح إلا بشروط معلومة. فالذي يصح منها بغير شروط مثل ولاية الأب على ابنه والرجل على أهله وعبيده، لأن هذه قد صحت بأمر من الله تعالى فلا تحتاج إلى شروط. يبقى في بيعة عامة هي ايه؟ مسؤولية الأب تجاه ابنه، دي بيعة عامة مش محتاج ان الابن يبيع ابوه على انه يسمع كلامه او انه ما يخرجش عن طوعه، لا ده هو مجرد انك انت بقيت ابن خلاص
في بيعة في رقبتك تجاه أبيك أن تسمع كلامه، بيعة عامة مش محتاجة لشروط، دي ربنا سبحانه وتعالى عاملها جاهزة. كذلك الزوجة بمجرد قبولها أنها تصير زوجة تحت عصمة رجل معين يبقى فيه معلوم أنها تطيعه وأنها لا تدخل في بيته أحد إلا بإذنه، اللي هي إيه؟ واجبات الزوجة تجاه زوجها. وكذلك أنه يحسن إليها وأنه ينفق عليها وأنه يعاملها بالمعروف، بحيث أنها لو ما خدتش حقوقها دي أو هو ما خدش حقوقه منها وحصل خلاف يلجأ للقاضي، بالرغم أنها مش منصوصة في عقد الزواج. يعني عقد الزواج ما يقول لك الولي زوجتك فلانة تقول قبلت، ما بيقولكش على أن تنفق عليها وعلى أن تطيعك وعلى أن تحسن إليها وعلى أن مش، ما بيقولكش الحاجات دي، خلاص دي معروفة ضمنا في وسط العقد. فهمت بقى؟ فدي سموها بيعة عامة غير مشروطة. وسيأتي بيان ذلك في الكلام على الحديث الذي قال فيه عليه السلام كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته، هيتكلم بقى على شروط هذه البيعة في حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والتي لا تصح إلا بشروط، اللي هي في بيعة بقى عامة مشروطة ولا تصح إلا بشروط، منها ما هي ثابتة والشروط تأكيد لها. يبقى المشروطة البيعة العامة المشروطة قد تكون الشرط معروف لكن يأتي الشرط تأكيد ليه، كويس. ومنها ما يكون للتأكيد في زيادة حق ثاني زيادة عليه، ومنها ما لا يصح إلا بشروط أصلا زي بيعة الإمام أو الخليفة أو غيره وغيره، أو عضو مجلس الشعب والشورى لازم ياخد أغلبية وإلا يبقى ما يصحش. المهم إن إحنا نشتكي ونقول إن عضويته للبرلمان عضوية باطلة، ليه؟ لأنه ما خدش أغلبية، لأنها ما تحققتش الشروط. فهمت إزاي؟ وهكذا يبقى في بيعات عامة لكن لازم لها شروط ولا تصح إلا بشروطها، وفي بيعات ثانية لا تصح إلا بشرط والشرط يكون معروف ولكن يذكر للتأكيد وأحيانا يذكر لبيان زيادة حق. يبقى كل دي أنواع البيعات العامة المشروطة، هيدي لك أمثلة لكل واحد. والتي لا تصح إلا بشروط، منها ما هي ثابتة والشروط تأكيد لها ولوجه ما مع ذلك اقتضته الحكمة الربانية، ومنها ما هي ثابتة والشروط تأكيد للحق وزيادة حق ثان. فأما التي هي ثابتة والشروط تأكيد لها اللي هي النوع الأول عامة مشروطة والشرط تأكيد لها، شوف يعني هي الأول إيه؟ بيع عامة من النوع المشروط اللي شرطه تأكيد ليه، كل دي تقسيمات. فأما التي هي ثابتة والشروط تأكيد لها ولوجه ما مع ذلك تقتضي الحكمة الربانية فهي مثل بيعة ألست بربكم. ربنا سبحانه وتعالى خد علينا بيعة وإحنا في عالم الذر، ألست بربكم، كلنا قلنا بل، يبقى دي بيعة عهد. وعلشان كده قالك وينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، اللي هم الكفار. الكفار لما قالوا لما اعترفوا ربنا بالربوبية، فلما جاء سيدنا محمد يقول لهم يا جماعة ظلوا على اعترافكم الأول فنقضوا، قالوا لا احنا هنعبد الأصنام مثلا. فربنا بيقول الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق العهد الأول، فهمت بقى؟ فدي مشروطة والشرط فيها للتأكيد، مثل بيعة ألست بربكم، لأن كل بيعة بيعة عهد، فبذات الربوبية ثبت الحق على العبودية، لأن كل بيع عهد، كويس؟ يعني كل بيع عهد، مش ربنا عهدنا، فالعهد ده بيع، كويس؟ فبذات الربوبية ثبت الحق على العبودية. يبقى الشرط الشرط هنا مذكور للتأكيد، لكن هو معروض ضمنا، طالما خلقك ورزقك يبقى لازم تطيعه، مش كده برضو؟ لأن العبودية الموجودة فيك تقتضي انك تطيع ربك الذي رباك وخلقك ودبرك، فمش محتاج ان هو كان يقول لك، لكن هو برضو خدها عليك زيادة تأكيد إقامة للحجة عليك. وهذه البيعة هنا تأكيد للحق ولوجه ما اقتضته الحكمة، وهي تعليق التكليف بهذه البيعة ليثاب على الامتثال ويعاقب على الضد، علة شرعية لا عقلية ولا علية. ولهذا المعنى أشار صاحب الأنوار بقوله فرض في فرض لفرض لازم، يعني بيقول لك إن ربنا لما خد عليك العهد
أراد أنه يحوله من أمر عادي إلى أمر شرعي تكليفي حتى تساب عليه. هو العادي أنك تطيع اللي خلقك، وأنك تسمع كلام اللي رزقك، وأنك أنت تسلم أمرك للي بيدبره، ده عادي مش محتاج حاجة. أم ربك سبحانه وتعالى خد عليك العهد عشان يحوله إلى شرع، حتى يصير فرض، حتى يصير تكليف تقوم تساب عليه. فهمت بقى المعنى؟ عشان كده أشار صاحب الأنوار بقوله فرض في فرض لفرض لازم، يريد أن الفرض وجب على العبودية بنفس إيجاد الإلهية له، ثم تأكيد بالعهد المأخوذ عليه في هذا الموطن المذكور. والفرض اللازم هو ما حكم عز وجل من الحكم المحتوم ألا يستقر في دار كرامته إلا من امتثل أمره ووفى بعهده أو ببعضه وسامحه عز وجل من طريق الفضل والمن، لقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا ما هو عن طريق المن والفضل. وأما العدل فهو ما تضمنه قوله عز وجل في كتابه جوابا لعيسى عليه السلام هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأما التي هي ثابتة والشروط تأكيد للحق اللي هو النوع الثاني من البيع العام المشروط، إنها تكون الشروط ثابتة ولكن جاء التأكيد لزيادة حق ثاني، وزيادة حق ثاني فهي مثل البيعة التي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أرسله عز وجل ثبتت البيعة له لقوله عز وجل في كتابه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، فقد قدمه عز وجل عليهم، فالبيعة له عليه السلام تصديق منهم لرسالته وإذعان لحكمته وتصديقهم له وإذعان لحكمه تيألك وإذعان لحكمه وتصديقهم له تأكيد لها من الله به عليه. يبقى البيعتك للنبي هي منبثقة أصلا من بيعتك إلى ربك، لأن النبي هو الواسطة بينك وبين ربك، اسمه رسول الله، يعني هو الذي يوصل إليك أمر الله، هو الذي يعلمك ما الذي يريده الله منك، فأنت تبيع النبي لبيعتك لله. فتأكيد حق ثان فوق حق الربوبية وهو حق الرسالة، أدي الحيل لتأكيد حق ثان. يبقى البيعة الأولانية لتأكيد حق ثابت وهو حق الربوبية، والبيعة الثانية بيعة النبي لتأكيد حق زائد وهو حق الرسالة. سهلة دي. وأما التي لا تصح إلا بشروط، في بقى نوع من البيعات العامة لا تصح إلا بشروط، والشروط هي الموجبة لها، فهي على نوعين: إما بتقديم الخليفة لشخص يرتضيه للمسلمين بعده كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في تولية عمر رضي الله عنه بعده، وإما باجتماع المسلمين عليه بعد موت الخليفة كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم في اجتماعهم على عثمان رضي الله عنه بعد موت عمر رضي الله عنه، فهذا حكم ثابت إلى يوم القيامة لقوله عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء بعدي. يبقى البيعة الأول نوع من البيعات التي العامة التي لا تكون إلا بشرط ولا تصح إلا بشرط، إن يأتي الخليفة المولى بخلافة بطريقة صحيحة يولي واحد بعديه كويس، أو إن بعد ما يموت خليفة يجمع المسلمون على واحد، يبقى خلاص، يبقى ما عقدش الخلافة للشخص إلا أن يخلفه الخليفة السابق أمام الناس ولا أنا خلفت فلان بعدي، ويكون يتوفر فيه شروط الصحة أنه يكون رجل دين صالح عالم عارف، أو أن يترك الأمر شورى فيجمع المسلمون على واحد كما فعلوا مع سيدنا عثمان. واضح؟ غير كده ما تنفعش الخلافة بهذه الصورة. أضف إليها بقى بالغلبة والقهر، نوع ثالث أنت أن يأخذها بالغلبة والقهر فيقبلها المسلمون حتى لا تكون فتنة. يعني يفرد جاء واحد زي مثلا العثمانيين جم حربه، وزي الأمويين جم حربه، وزي العباسيين جم حربه وخدوا الخلافة عمر لحد انتخابهم ولا ترشحهم، ده هم قهر الناس كده بالقهر. المسلمين العلماء يقول لك أنا أقبلها برضو، ليه؟ حتى لا تكون فتنة، لأننا الوقت دول ناس جايين مستقويين هيدبحوا الناس وعندهم القوة والغلبة، لو جينا واجهناهم هتراق دماء المسلمين، فنقبل حكمهم ونعاونهم على
طاعة الله عز وجل. قول لهم انتوا عايزين الحكم، طب خدوا الحكم بس نفذوا فينا شرع الله. انت نفسك في الحكم خد، بدل ما يدبح في المسلمين وتبقى فتنة. فيبقى الخلافة للمسلمين تكون اما باستخلاف او باجماع او بقهر وغلب. واضح؟ دي الطريقة. القهر والغلبة حرام على من اخذها، لكن تنعقد له البيعة حتى نصل الى مرحلة نوقف فيها اراقة الدماء، وإلا هتبقى فتن. فهم؟ لازم المسلمين يوصلوا لمرحلة يوقفوا اراقة الدماء. صحيح هي البيعة بتاعته خلافته خدها حرام بطريقة حرام، لكن احنا نقبلها ولو كانت بطريقة حرام، فالحرمة عليه ونقبلها احنا كمسلمين عشان نوقف النزاع. فهمت بقى الفقه؟ مش نقول لك لا نقعد نحارب زي الجماعة الثورجية اللي مش فاهمين حاجة، زي الفرنسوية لما جم مصر في الحملة الفرنسية وجاب نابليون، حصلت مشكلة وسابهم وسافر أوروبا، وبعدين كليبر اتقتل ومينو لقى نفسه محتاس في وسط المصريين مش عارف يعمل حاجة، وكان قائد مهزوز حربي مهزوز. فما قال للعلماء بتوع مصر، طب انتوا عايزين مني ايه وتهدوا لي الدنيا؟ قالوا له مش عايزين منك حاجة، تسلم تبقى راجل مسلم وتصلي معانا، وانت يا سيدي احكم مصر، ما تفرقش معانا احنا تبقى خواجة ولا مصري ولا بتاع، احنا عايزين واحد مسلم يحكم مصر وخلاص، ويبقى الجيش ده يدافع عن مصر بدل ما جاي يغزو مصر يبقى يدافع عن مصر. شفت العلماء بقى حولوها لمصلحة البلاد. فقال لهم يعني اسلم اعمل ايه؟ قالوا تقول كذا كذا، اسلم. وجابوا له واحدة اتجوزها وخلف واد سماه يوسف ولبسوه عمة واطلق لحيته وبقى يقف يصلي في الصف وريحوا نفسه. فهمت ازاي؟ اهو ده خدها بالقهر والغلبة. فهمت ازاي؟ خدها بالقهر والغلبة اولا، ثم بعد ذلك المسلمين لانهم لا يستطيعوا ان يواجهوا هذا الجيش. ونفس الحكايه التتار والمغول لما دخلوا بالقهر والغلبه وبعدين دخلوا في الاسلام ومسكوا الحكم بعد كده، وجاء بعد كده العثمانيين خدوه منهم وهكذا. فيبقى في حاجه اسمها القهر والغلبه ياخذوها حرام عليهم، لكن المسلمين بفقههم يحولوا الحرام الى مصلحه الدين. وعلى شكله بالطريقه دي خلوا اعداء الاسلام يدخلوا في الاسلام بهذا الفقه. فهمت؟ انما مش بفقه بقى القنبله وعربيه مفخخه وفجرها في سوق الخضار وموت كلهم مسلمين زي ما بيعملوا في العراق. ما الفقه ده مش فقه، ده مش فقه هذا. فربنا ينجينا يا سيدي. واما الخاصه منها فهي ما بين الشارع عليه السلام في الجماعه اذا سافروا ان يقدموا رجلا منهم عليهم، وكذلك ما في معناه. يبقى في حاجة اسمها بيعة خاصة، يجي الحاكم يقول مثلا ايه الجامع الفلاني هنعين له إمام، الإمام ده اسمه كذا، فدي بيعة خاصة تصح له وتنعقد، يبقى هو ده مسؤول عن الجامع يأم الناس. يجي الحاكم يقول لك هنخلي فلان ده وزير للتعليم، فلان ده وزير للحربية، وعلان ده يبقى وزير للصحة، وده يبقى تعيين الوزارات دي حاجات خاصة. واخد بالك ازاي؟ بتنعقد بالطريقة دي بهذه الشروط. كل دي بيعات، كل دي بيعات. فهمت بقى؟ زي ما الرسول برضو يقول لك اذا سافرتم وكنتم اكثر من ثلاثه فامروا واحد فيكم، مش كده برضو؟ تؤمروا واحد عشان يعني يبقى السفر ده بتحتاج فيها قرارات تاخدوها، فلازم يبقى لكم رئيس. هتتعطلوا هتتاخروا هتركبوا قطر يتحرق، قطر هيعمل حادثه، اي حاجه من دي. دلوقتي القطارات الحمد لله يعني يقول مين واحد ده هيقطع تذكره للاخره؟ يقول له انت يعني دلوقتي بقى في تذكره للصعيد وتذكره للاخره وتذكره لوجه بحري. وبعدين دلوقتي كل تذاكر وجه بحري وقبلي خلصت، ما بقاش الا في تذاكر الاخره بس. فربنا ينجيهم. واما الخاصه منها فهي ما بين الشارع عليه السلام في الجماعه اذا سافروا ان يقدموا رجلا منهم عليهم، وكذلك ما في معناه، لأن ذلك كان لوجه خاص ويتبين ما فيه من المنفعة ببيان منفعته العامة إذا ذكرناها إن شاء الله تعالى، لأن فيها شبها منها. وأما حقيقة معناها، يبقى خلص كده أنواعها، هيخش بقى على حقيقة معناها. وأما حقيقة معناها على التقسيم المتقدم فهي بيع من البيوع، يعني البيعة عبارة عن بيع من البيوع، كأنك بتبيع حاجة. لما تبيع واحد كأنك بعت حاجة،
بعت اختيارك انت الاول. قبل البيعة دي كنت ايه؟ ماشي على حكم نفسك. اول ما بايعته بعت اختيارك لاختياره، فصرت منقادا لما امرك به. يبقى بعت اختيارك، فهمت برضو؟ يبقى فيها بيع برضو، بيع وشراء، فهمت ازاي؟ بدل ما كنت انت هتمشي على مخك، بقيت تمشي على مقتضى ما لقنك الذي بايعك، فهمت بقى ازاي؟ فهي برضو نوع من البيع. واما حقيقة معناها على التقسيم المتقدم فهي بيع من البيوع، لانه عليه الصلاة والسلام قال بايعوني ولم يقل عهدوني. خد بالك، قال النبي بايعوني وما قالش عهدوني. والنبي لما بيقول، وهو النبي عربي فاهم ان في فرق بين البيع والعهد. خد بالك، العهد ممكن زي الايمان، ممكن تكفر عنه وتطعم 10 مساكين وتحل نفسك، انما البيع ما تعرفش ترجع فيه. انت بعت عربيتك واستلمت الثمن، وخدها صاحبها ومشي بيها، تنفع بعد ما خدها واستلمها ترجع في البيعه؟ ما تقدرش. البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فاذا افترق، واخد بالك ازاي، خلاص انعقد البيع، يبقى تم خلاص. هل ينفع تقول له والله لا انا عايز اخد العربيه وهقطعم 10 مساكين او اصوم 3 ايام؟ ما ينفعش، لان العقد بيع مش ايمان. يعني البيعه اقوى من انه يقول لهم قولوا والله اعملوا كذا، لان لو قالوا والله نعمل كذا ليها مخرج، يروح يصوم له 3 ايام او يطعم 10 مساكين او يكسيهم او يفك رقبه، اتحلت المشكله ويرجع تاني على حل شعره. لكن انت البيعه ما تعرفش تبقى على حل شعرك بعد كده، لازم تمشي على مقتضى البيع. شفت بقى النبي ليه اختار البيع وما اختارش الايمان ولا العهد؟ شفت بقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عربي اصيل فاهم ازاي يعني ايه يعقد الامر على طريقه بحيث لا رجوع فيها. واما حقيقه معناه على التقسيم المتقدم فهي بيع من البيوع، لانه عليه الصلاه والسلام قال بايعوني ولم يقل عاهدوني. وهذا النص يتضمن بمعناه شيئا من اوصاف الرق على ما ابينه ان شاء الله تعالى. كانك بعت نفسك للنبي فصرت رقيقا عنده، يقول لك اعمل، تقول له حاضر، مالكش اختيار معاه بقى، اعمل كذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره من امرهم، فهمت ازاي؟ فهي فيها نوع من انواع الرق. واذا كان بيعا من البيوع فيحتاج اذا الى بيان المبيع ما هو والثمن ما هو. فاما المبيع في هذا الموضع فهو ترك مال النفس من الاختيار. يبقى اول حاجه انت بعت ايه؟ بعت اختيار، وتفويض الامر لصاحب البيعه ليتصرف صاحب البيعه في من بايعه بحسب ما امره الله عز وجل. وهذا ضرب من الرق، لأن السيد قد ملك رقبة العبد فلم يبق للعبد اختيار ولا تصرف، لأن من ملك الرقبة فقد ملك جميع المنافع، فأشبه ذلك العبد في انقياده دون استرقاق الرقبة، وبقي المال لمالكه لا لصاحب البيعة، ليس كما هو مال العبد لسيده، لأنه لم يشبه العبودية إلا في الذي ذكرناه لا غير. يعني بيقول لك هو يشبه الرق في كل حاجة في التصرف، لكن مش معنى كده ان اصبح صاحب البيعة يملك مالك كمان، لا، ده يملك بس تصرفك، لكن المال يفضل ملك برضه، لان هو ايه؟ تملك منك اختيارك ولم يتملك مالك، فهمت ازاي؟ يبقى ده فرق بينه وبين الرق، ان صاحب البيعة يملك اختيارك ولا يملك مالك، اما في الرق فيملك اختيارك ومالك، فهمت الفرق بينهما؟ وأما الثمن على هذا البيع على أي وجه كان من الوجوه المتقدم ذكرها فهو الجنة. طب والثمن هياخد إيه لما أنا أبيع اختياري للنبي؟ يبقى أنا هاخد إيه؟ يقول لك الجنة، تبقى من أهل الجنة، يبقى ده نعمة البيع، فهمت بقى المسألة؟ فهو الجنة بشرط التوفية فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة إذ سأله الصحابة رضي الله عنهم على ما لهم من العوض على بيعتهم. في بيعة العقبة الأنصار قالوا له طب هناخد إيه على البيعة دي؟ فقال الجنة، فقالوا رضينا لا ننقض البيع. فقد سمى الشارع عليه السلام البيع والثمن والمثمون، وكذلك
كل من بايع بيع من البيوع بعد ذلك على مقتضى لسان العلم على التقسيم الذي ذكرناه فهذا ثمنه إذا لم يقع نقضها، لأن كل بيعة إنما هي تجديد لبيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأكيد له. وبيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة لله عز وجل، لقوله تعالى في كتابه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وبيعتهم لله تعالى وفاء وتأكيد لبيعة ألست بربكم الأولانية، فالحكاية كلها سلسلة متصلة. وأما المقصود بها في هذا الموضع على التقسيم المتقدم فهو تقبيل اليد على الأوصاف المذكورة في الحديث بعد، يبقى تملي البيعة بتنتهي إيه؟ بتقبيل يد المبايع وتكرار ما قال كشروط، فهمت إزاي؟ وتقبيل يده دليل إيه؟ يعني كمال الانقياد والاستسلام لما أمرك به. أدي المعنى. ويتعلق بهذا النوع من الفقه أن للخليفة أن يجدد بيعة أخرى على وجه ما من المصالح الدينية إذا ظهر له ذلك مصلحة لمن ظهر له، كان بالخصوص أو بالعموم، لأن معنى البيعة في هذا الموضع تأكيد على الوفاء بما تقتضيه الألفاظ المذكورة بعد، وسأبين ما الحكمة في ذلك إن شاء الله تعالى. وما الفائدة فيها على التقسيم المتقدم؟ أعني في أنواع البيعة مطلقا لا في هذه الخاصة، لأن الكلام على الفائدة الخاصة يأتي في بيان ألفاظ الحديث إن شاء الله تعالى، فهي جمع كلمة المسلمين، فائدتها جمع كلمة المسلمين، لأنه إذا دار الأمر على واحد كان أجمع للأمر وأعظم للفائدة، لأن في ذلك نكاية للعدو وعونا على إقامة أحكام الله وحدوده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ينتزع الله بالسلطان ما لم ينتزع بالقرآن، وأمر بقتال العدو مع كل بر وفاجر من الولاة، وأمر بحفظ البيعة صلى الله عليه وسلم، وقال وإن كان أسود ذا زبيبتين منفوخ الخيشوم فاسمع وأطع، وإن ضرب الظهر وأخذ المال. شوف قد إيه ظلمه، حاكمه لا خلقة ولا تصرف، يعني خلقة مشوهة اسود وخدوله منفوخ ورأسه صغيرة زي الزبيبة، يعني فيش بعد كده تشويه، وبقى حاكم عليك وضرب ظهرك وخد مالك برضه تسمع وتطيع وتدي له حقه. شوف قد ايه كل ده علشان ايه؟ المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، لان لو خرجت عليه هيخرج عليه الاف الناس، وكل شوية كل شارع يطلع منه حاكم، تبص تلاقي العدو بعد كده يطمع في المسلمين يخش يجتاحهم، فهمت ازاي؟ وبعدين كل شارع يتحارب الشارع اللي جنبه علشان يبقى ايه، بدل ما يبقى الشارعين دول اتنين حكام يبقى حاكم واحد، بعد كده المقطم يحارب حي السيدة عيشة، وبعدين السيدة عيشة تحارب حي السيدة زين، وبعدين السيدة زين في العتبة، وبعدين القاهرة تحارب الجيزة، وبعدين الجيزة، وبعدين نجيب مينا يوحد القطرين، وبعدين تراخ الدماء، وبعدين ده كله هنوصل لايه؟ ما ينفعش. يبقى الحكاية دي كلها تعمل مضار أشد من اننا نوصل، فعلى ما يوصل الهيصه دي كلها يحصل ايه؟ الامم المتحده تخش البلاد تقول لك نوقف المجازر، تبص تلاقي ايه في الشوارع بقى جيوش اجنبيه واقفه علشان تحجز، واحتلال جديد بعد ما كان حاكمنا واخد بالك من بلدنا، وان كان مش على هوانا بقى حاكمنا اجنبي وكافر بقى اشد، يبقى الرضا بيه احسن وندعي له واخد بالك ان ربنا يصلح حاله احسن ما نخرج عليه لحد ما ربنا يغيره او يصلحه، لكن يغيره بدون ما تراق الدماء او يصلحه بدون ما تراق الدماء، هي دي المسألة. هو ده فقه المسلمين طول عمره. لكن حكاية الثورات دي اللي عملها ايه؟ الثورة الفرنسية في اوروبا لما طاحوا الملك وعملوا، فانتشر حكاية الثورات فبقت ايه؟ موضة، كل بلد تعمل ثورة وتطلع لها واحد، ثورة وتطلع لها واحد، وهكذا، فبقت ثورات كلها مستمدة من الأجانب، وانبنى عليها اللي انت شايفه الوقت بلاد المسلمين اديك انت شايفهم مفككين ازاي، وازاي المسلمين لا كلمة له حتى على مستوى علمائهم ما بيتحدوش على فتوى، فما بالك حكامهم هيتحدوا على قوة، فيعني بقت أزمة، فربنا ينجينا.
يبقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك انك انت تطيع الاسود اللي راسه زبيبه وخد مالك وضرب ظهرك، لانه بيقدم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه، لان القاعده تقدم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه. خد مالك مش اشكال يضيع مالك، بس انت امشي مع المسلمين كده واخرج معاه وحارب اعداء الله تقوم تقوى البلد. وبعد كده ده هيعيش قد ايه؟ هيعيش 20 سنه في عمر الامم ضعيفه قليله، وممكن يموت فجاه ويجي غيره، صح ولا لا؟ ولو عاش كتير مش اشكال، ادي احنا عرفنا عيوبه فعيوبه عليه ومزايا لينا، وهكذا تمشي الامور. عشان كده كلام النبي واضح، فاسمع واطع. بص كلام النبي يقول: وان ضرب الظهر واخذ المال. فقيل: يا رسول الله، ارايت ان ولي علينا امراء يطلبون منا حقوقهم ولا يعطونا حقوقنا، نعمل ايه؟ الامراء عايزين ياخدوا حقوقهم كامله، وهي الطاعه الكامله والاستسلام الكامل والانقياد الكامل ودفع الضرائب والمكوس والحاجات دي بتاعتها كلها، ونيجي نطلب حقنا ما يدوناش، نعمل ايه يا رسول الله؟ اهو بيسالوه. فقال عليه الصلاه والسلام: اعطوهم حقوقهم واطلبوا حقوقكم من الله، فان الله سائلهم عما استرعاهم. والاحاديث واضحه كبيره كثيره، علشان الناس اللي قاعده تعمل ثورات في كل حته وقلاقل في كل حته ومنشورات في كل حته علشان تسحب الثقه من حكام المسلمين الحاليين. طب وهتوصل لايه لما تسحب الثقه منهم وتخلي الناس العوام تهيج وتحرق الاتوبيس وتكسر الشارع وتكسر المحلات؟ وبعدين نعمل ايه؟ هنوصل لايه في الاخر؟ هنوصل لفوضى، صح ولا لا؟ هتبص تلاقي تبقى غير امن على بيتك. انت دلوقتي قاعد في الجامعه اهو وسايب بيتك مطمئن، لكن لو كان الناس هايجه وعامله ثورات وقاعده في كل حته تحرق الدنيا، كنت قدرت تدخل الجامعه وتقعد القعده دي؟ كنت تقدر تسيب ولادك في المدرسه يروحوا؟ كنت تقدر تحط البضاعه بتاعتك في المحل بتاعك ولا في المخزن، ولا تسيب عربيتك في الشارع لحسن تتحرق ولا تتولع؟ مش تقدر. يبقى كون ان في بعض المظالم لكن في امن وامان، ده في حد ذاته مصلحه. اقبل دي وقول يا رب ارفع الظلم. ربنا بقى اللي يرفع الظلم، وهو ليه ربنا عامل ظلم؟ عشان انت اصلا ظالم، انت اصلا ظالم، فهو ربنا ولى عليك راجل ظالم زي مثلا. فهمت ازاي؟ فهي المساله كده. انت اتفرج كده، الواحد اتنين شركاء بيشتركوا مع بعض في شركه، اول ما الشركه تكسب تلاقي واحد عايز يظلم زميله شريكه. فهمت ازاي؟ وليه يحصل ارث؟ تلاقي واحد من الورثه عايز يظلم بقيه اخواته. تحصل اي مصلحه في الحكومه، حتى لو هيوزعوا يعني اموال زياده جايه مثلا يسموها منحه، وتبقى محنه يعني، جالك منحه في الحكومه يروحوا موزعينها ايه؟ يوزعوها للمعارف واللي بيمسحوا جوخ، واخد بالك، والمتقربين للمسؤولين الكبار. مظالم مظالم مظالم، بس انت لو قاومت كل المظالم دي هتتظلم اكتر. فقول يا رب ارفع المظالم دي، لان انت نفسك لما بتختبر بتلاقي نفسك بينك وبين نفسك انت كمان ظالم. فكل واحد ايه هيقول يا ظالمني، وهو في الحقيقه هو اللي ظالم نفسه. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. شفت الايه؟ وكيفما تكون يولى عليكم. والاحاديث في هذا المعنى كثيره، وذلك لما يترتب عليه من عز الاسلام. بيترتب اتحاد كلمه المسلمين على الولي الظالم، بيترتب على عز الاسلام. فهمت ازاي؟ فلما يترتب على عز الاسلام يبقى يا عم مش مهم ياخد فلوسي بس الاسلام يعز، ياخد بعض الحقوق اللي هي اللي ليا ليه بس مقابل ان يبقى كلمه المسلمين كلمه واحده. هو سيدنا الحسن مش عمل كده. سيدنا الحسن بن علي معارف ان بيعه معاويه باطله، وان اهل الشام دول اونطاجيه طالعين عايزين دنيا، لدرجه ان واحد من ايام معاويه من اهل الشام، واحد من اهل الكوفه، جاي بالجمل بتاعه وداخل بيه الشام، قام واحد راح ايه قال له: الجمل ده بتاعي وهو جاي من الكوفه. فقال له: بتاعك منين؟ قال له: بتاعي. وخده واخده من خناقه وداه عند القاضي، وجاب له 10 يشهدوا ان الجمل ده بتاعه من اهل الشام، عصر وشهدوا. فهمت ازاي؟ فهم دول اللي كانوا ماشيين مع معاويه، هم دول اللي يشهدوا على الباطل، مش دي الحقيقة؟ وهي بداية الجور كله حصل منين؟ من القصة دي.
الجماعة دول الأونطاجية دول اللي يشهدوا على الباطل دول هم دول اللي سيدنا الحسن لما لقى ان المسلمين هيقتتلوا قال يا عم ياخدوه بس المسلمين تتحد كلمتهم ويبقوا قوتهم بدل ما تبقى بينهم تبقى على عدوهم فسبهان وقعد في المدينة يتعبد وسبهان انبنى عليها ايه في الحكم ايام معاوية بن ابي سفيان بحكم الاموي فتوحات الاسلام انتشر الاسلام في اوروبا وفي جنوب اسيا وشرق اسيا وكل البلاد دي كلها حصلت ايه دي كلها في صحيفة حسن سيدنا الحسن لان لولا ان سيدنا الحسن ساب الخلافة وكان هو مصمم وكان في ايده وكان قوته اقوى وكانت شعبيته اقوى لكن سابها مقابل ايه مقابل ان المسلمين بدل ما يبقى بأسهم بينهم شديد يبقى بأسهم على عدوه فتوجهت الجيوش دي بدل ما كانت متوجهة الى صدور المسلمين توجهت الى اعداء الله فانتشر الاسلام في اوروبا وفي قبرص وفي شمال افريقيا وفي غرب اسيا وشرق اسيا وجنوب اوروبا كل ده حصل امتى في العصر الاموي وايام معاويه بن ابي سفيان كل ده ببركه مين سيدنا الحسن عشان تعرف ان اهل البيت دول ليهم ايادي واخد بالك لانه فكروا اصل ده فقيه اتعلم من ابوه سيدنا علي بن ابي طالب كان يفهمها وهي قبل ما تطير فهمت ازاي دي الحقيقه سيدنا علي كانت تعرض عليه المسائل كلها تنغلق على كل الصحابه اللي قاعدين وهو بس اللي يفتحها دي معروفه لدرجة ان سيدنا عمر ما كانش يستغنى عنه كان يخرج الجيوش ويخرج ومعروف ان سيدنا علي ده مقاتل يعني لا يبارى رغم من كده كل ما يبعث سيدنا علي عايز يطلع يقول له انت انا اقدر اعيش من غيرك فكان اي قضيه يعرضها على سيدنا علي فمعروف حتى عبد الله بن عمر المعروف بالفقه الشديد ما قدرش ما خرجش مع سيدنا علي وبعدين قيل انه ندم بعد ذلك ما ادركش ان الحق كان مع علي الا بعد ما سيدنا علي مات يعني لكن سيدنا علي كان فاهم الحق مع مين من اولها كده وكان يخرج يحارب مين مبشرين بالجنه يحارب جيش في ستنا عائشه يعني عارف الحق فين مش بيلطش هو فهمت بقى المساله عارف الحق فين وبعد كده لما يزول غبار المعارك دي والفتن والنفوس تهدى والناس تقعد تفكر يقول لك اه ده سيدنا علي ده اللي كان عنده حق احنا ازاي وقفنا ضده بس بعد ايه فهموها بعد سيدنا علي بعشرات السنين وسيدنا علي كان فاهمها في لحظتها عشان كده ما تتعجبش ان سيدنا الحسن يورث هذا من ابيه فيقوم يفهم على طول يبص الجيش بتاعه 60,000 وجيش معاويه 40,000 فبص للجيشين دول جيش سيدنا معاويه مع اهل الشام اللي بيشهدوا على الباطل اللي بيشهدوا على الجمل انه بتاعه وده مثال حادثه وقعت مكتوبه في التاريخ واخد بالك وجيش سيدنا الحسن اللي وراه كلهم محبين لآل البيت وللإسلام وللحق 60,000 قدام 40,000 يبقى النصرة لسيدنا الحسن خلاص لكن سيدنا الحسن شاف السيوف دي كلها لو اجتمعت بقت 100,000 لأعداء الإسلام أحسن ما ياخد هو الحكم شفت بقى ازاي سيدنا حسن حسمها بسرعة فهمها بسرعة يمكن انت لما تقرأ في التاريخ تقول ليه سابها لمعاوية لكن انت علشان مش فاهم لكن بعد كده لما تشوف الفتوحات اللي تمت بعد ذلك وازاي الناس دخلوا في دين الله افواجا بالملايين ببركه قرار سيدنا الحسن. فهمت بقى ليه انك انت تقبل بالحاكم الظالم علشان عز الاسلام والمسلمين بدل ما نفضل نتناطح في بعضنا. الكلام ده ما بيفهموهوش ناس كثيرين في هذا العصر ومتوجه لهم توجهات اسلاميه. مش فاهمين هذا الكلام كله لسه نعرات 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 ومنشورات وقاعدين يثيروا فتن فنسأل الله السلام لما يترتب عليه من عز الإسلام وإظهار الأحكام وقمع الأعداء والتشتيت يوجب ضد ذلك وأما الحكمة في وضعه على هذا الأسلوب على التقسيم المتقدم وتقبيل اليد فلفوائد ونقف عند هذه الفوائد نذكرها غدا إن شاء الله تعالى اللهم علمنا اللهم فقهنا اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد خاتم آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الغفران ذكر الغفران.